كل مشاهدينا ومتابعينا وكل جمهور النادي الاهلي. كالعاده زي ما انتم متعودين بنكون مع فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، في بطوله الدوري العام. الكواليس والاجواء وتلاحم كبير جدا للمباريات، فصل تام ببطوله الدوري العام والبطوله الافريقيه. النادي الاهلي بيستعد لمواجهه هامه ومرتقبه، مباراه الاهلي وصن داونز بطل جنوب افريقيا. انا معايا في هذه اللحظات واحد من اللعيبه المجتهده صاحب الخلق الرفيع، ايضا كمان عنده اصرار كبير ويعرف قد ايه شخصيه النادي الاهلي وروح الفانيله الحمراء، نجمنا ونجم النادي الاهلي كابتن ناصر ماهر. كابتن ناصر برحب بيك طبعا في البدايه، وببارك لك الاول على مباراه الامس. مباراه كانت غايه في الاهميه وغايه في الصعوبه. كلمك الاول على المباراه، بتشوف الاجواء كانت ازاي، وكلمني على مباراه الاهلي والاتحاد الاول. حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. طبعا مباراه امبارح كانت صعبه جدا في ظل الظروف، انك بتلعب كل يومين ماتش او كل ثلاث ايام ماتش، في ضغط كبير كمان مع سوء ارضيه الملعب، فانت في حاجات كتير بتواجهك صعبه جدا. لكن روح التيشيرت بتاع النادي الاهلي، وانك تبقى حاسس انك بتلعب في نادي كبير وبتأدي وبتعمل اللي عليك، واللعيبه كلها بتلعب لحد اخر دقيقه، فهو ده هدفنا. لان احنا مش بنستسلم، احنا دايما بنلعب على لاخر لحظه عشان بطوله الدوري ونرجع لمركزنا الطبيعي. لكن قبل مباراة الزمالك 48 ساعة في اسكندرية، مباراة الزمالك بعديها فضلت في اسكندرية الوقت الطويل ده ومش متواجد في بيتك وبعيد عن اهلك. عايزين ننقل للناس، لان الناس فاكرة ان الامر سهل. كابتن ناصر، لا، الامر صعب جدا. اللعيبة بتعاني بشكل كبير مع السفرات الكتيرة دي. طبعا لا، ده مش من قبل، مش ان احنا قعدنا بس، احنا اصلا كنا قبليها كمان مع المنتخب، وبتلعب مثلا ماتشين وبترجع على معسكر. يعني انت كنت في معسكر وبترجع على معسكر، وبتلعب ماتش وبتفضل في المعسكر، بتلعب ماتش اللي هو بتاع امبارح الاتحاد، والنهارده مسافر الصبح. فده طبعا هو ده قدرنا، يعني ده قدر النادي الاهلي. بس انت في الاول وفي الاخر بني ادم، بتتعب وممكن تتعب، ممكن تتاثر بحاجه زي دي، لكن احنا بنلعب لحد اخر لحظه وبنعمل اللي علينا، والكل مقتدر نصيب. يعني عايز ارجع معاك ورا شويه، يمكن لسه كنت بتكلم مع الكابتن ناصر قبل ما اسجل معاه، قلت له اول لقاء ليا مع كابتن ناصر ماهر كان في وجود الكابتن احمد كشري في اهلي مدينه نصر. قال لي ناصر ماهر من اللعيبه اللي هتكون على الران واي او على الطريق السريع في التالق ونجم للنادي الاهلي. وبالفعل ناصر انت اشتغلت على نفسك بشكل كبير، جمهور النادي الاهلي ناصر ماهر عارفين ناصر ماهر موجود، هيشوفوا كوره، هيشوفوا مهاره، هيشوفوا الاصرار والرجوله اللي احنا بنتكلم عليهم. ازاي ناصر قدر يوصل بالفتره اللي فاتت دي للمستوى المميز اللي انت فيه ده ناصر؟ الحمد لله. طبعا كابتن كشري كان مدرب كبير، كان هو مدربي طبعا في النادي الاهلي، هو مدرب كبير. طبعا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، هو الدعم الرئيسي لينا. يعني لما تلاقي الجمهور بيدعمك دي حاجه كويسه، وانك بتعمل بتبذل اقصى مجهود عشان تفرح الناس دي. الناس دي بتلف وراك في كل حته، فانت بتعمل كل اللي عليك علشان تبسطهم، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنهم. يعني نروح معاك بقى للمواجهه اللي احنا يمكن خلاص النادي الاهلي اغلق الصفحه تماما في بطوله الدوري. الاستعداد بيبقى مختلف في البطوله الافريقيه. صن داونز فرقه مميزه جدا، عندها عناصر مميزه جدا، محتاجه استعدادات مكثفه ليكوا والجهاز الفني. كيف ترى هذه المباراه كابتن ناصر؟ مباراه صعبه طبعا، واحنا دايما كل المباريات عندنا صعبه، يعني مفيش مباراه سهله. اي فريق بيلاعب النادي الاهلي بيبذل اقصى جهد عنده لانه يفوز عليه، لانك رقم واحد في افريقيا، فاي اي مباراه ليك صعبه. فاحنا دايما مركزين في كل المباريات في افريقيا، في الدوري، احنا دايما بنعرف نفصل ما بين الماتشات دي. لكن احنا مستعدين كويس جدا ومهتمين بالماتش جدا، هيفرق معانا كتير، فربنا يكرم يعني الفتره الجايه ان شاء الله. مش هطول عليك، لكن قولي لجمهور النادي الاهلي السند والدعم الحقيقي اللي في ظهر كل اللعيبه. من غير الجمهور الامر بيبقى مختلف. كابتن ناصر ماهر، تحب تقولي لكل جمهور النادي الاهلي؟ انا اتمنى يبقوا الجمهور يبقى موجود في الاستاد تاني. يعني دي حاجه انا من وانا صغير كنت بروح اشجع، يعني او كنت بروح عشان الاستاد عشان اشوف الجمهور ده. اتمنى يرجع تاني لانه بيفرق معانا كتير، وهو الدعم زي ما بقول لك، هو الدعم الرئيسي لينا، هو مصدر القوة بتاعتنا. يعني أتمنى يكونوا موجودين يعني